هنبدأ النهاردة إن شاء الله المحاضرة الثانية في الإكسل. أخذنا في المحاضرة الأولى التعامل مع أدوات الهوم، خدنا إزاي ندرج ورقة عمل شيت، خدنا إزاي نغير اسمها، خدنا إزاي نعمل لها موف أور كوبي، تمام. وصلنا لحد إزاي ندرج أو نحذف ورق عمل، وإزاي ندرج أو نحذف أعمدة أو صفوف. طيب لو انا كتبت كده جوه خلية كلام مثلا، كتبت جملة زي اللي كتبتها دي، فبص الاقي ان انا هنا لما كتبت الجملة وطلعت بره الخلية عشان اثبت الكلام وارجع تاني عليها، الكلام دخل على الخلايا اللي جنبيها. كنا اخدنا حاجه اسمها راب، راب دي بتعمل لك الكلام على هيئه صفوف، وانا مش عاوز اعمل لها راب لانها بتوسع الخليه قوي او بتكبر ارتفاع الخليه. لا، انا عاوز العمود نفسه يكبر على قد المحتوى بتاع الخليه. ففي عندنا اكتر من طريقه. الطريقه الاولى بتقف في اخر العمود هنا فوق معايا وندوس دبل كليك، يبقى بقف في اخر العمود اللي كاتب فيه اللي هو فيه الخليه اللي مكتوب فيها، وادوس دبل كليك هنا، بتظهر شكل السهم ده، بدوس عليها دبل كليك فبيكبر العمود على قد ايه المحتوى بتاع الخليه بالظبط. معايا؟ طيب فيش طريقه تاني نعمل اندو او تراجع رجع زي ما كانت. في طريقه تاني، وانا واقف الخليه بروح على فورمات، هلاقي عندي حاجه اسمها اوتو فيت كولومتس، يعني خلي عرض العمود ملائم لايه؟ للمحتوى بتاعه. معايا؟ طب ما فيش طريقه ثالثه؟ في طريقه ثالثه بس دي بتعملها بشكل يدوي، بتقف هنا في نهايه العمود وتسحب على قد البيان اللي موجود فيه وتكبره انت بشكل يدوي. في الامتحان لو استخدمنا الدبل كليك صح، او لو استخدمنا فورمات اوتو فيت كولوم ويدث صح برضه. طب والكلام ده في العمود بس؟ يعني ما ينفعش معايا في الصف؟ يعني لو كان الكلام كبير زي كده وكان الصف بتاعي ضيق زي كده على الكلام مش مبين الكلام اللي فيه، فانا عاوز الصف يوسع على قد ايه الكلام، يغير ارتفاع الصف بحيث انه يوسع على قد الكلام اللي مكتوب. فبعمل ايه؟ برضو من نفس المكان فورمات اوتو فيت رو هايت، فنبص نلاقي محتوى الكلام ظاهر. طب اوتو فيت كولوم ويدث يخلي عرض العمود كله على قد عرض البيانات اللي مكتوبه فيه او قد عرض الداتا او التكست اللي مكتوب فيه. وصلت؟ ها معايا؟ يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ لموضوع الاوتو فيت كولوم ويدث. طب هروح اجيب الملف الجاهز، فايل نيو سامبل تمبلت، واستخدم مثلا سيلز ريبورت ده واقول له كريت، اعطاني مجموعه من البيانات جاهزه زي كده. جيت قلت لك انا عاوز اوسع ارتفاع الصفوف دي، عاوز اوسع ارتفاع الصفوف اللي قدامنا دي، فاعمل ايه؟ حددت الصفوف، هاجي من فورمات هنلاقي عندنا حاجه اسمها رو هايت ارتفاع الصف، واكتب الارتفاع اللي انا عاوزه وادوس انتر، يروح مكبر لي ارتفاع الصف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طب رجعت في كلامي هعمل اندو. طب انا عاوز عرض الاعمده دي او الاعمده الصغيره دي، عاوز عرض العمود ده اغيره، فباجي اعمل ايه؟ فورمات اختار كولوم ويدث واكتب عرض العمود اللي هيبقى مطلوب مني او اللي انت حابب تعمله، فتبص تلاقي الاعمده كلها كبرت بعرض واحد. ها يا شباب تمام كده؟ فهمتوها؟ ده كده بالنسبه لتنسيق الصفوف والاعمده وتنسيق توسيع العمود او الرو هايت ارتفاع الصف او الكولوم ويدث اللي هي خلاص، يبقى كده عرض العمود او ارتفاع الصف. يلا نبدا نجربها. طيب يا شباب نركز بقى مع بعض في النقط اللي جايه دي. في عندنا حاجه اسمها سورت اند فلتر. سورت اند فلتر بستخدمها عشان اعمل فرز وترتيب. سورت اند فلتر بستخدمها عشان اعمل فرز وترتيب. حددت الخلايا بتاعتي، باجي من هنا هلاقي عندي حاجه اسمها سورت اند فلتر، عاوزين منها بس كاستم سورت. انا عاوز ارتب الخلايا اللي تحت برودكت وكاستمر 1، شويه الخلايا اللي انا حددهم دول عاوز اعمل لهم سورت. كلمه سورت انا عاوز ارتبهم. ناخد شوية أكتر كمان عشان يبان معانا أكتر. لو أنا اخترت سورت هلاقي عندي حاجة اسمها كاستم سورت،
ترتيب مخصص. هتبص تلاقي راس العمود اللي انا خدت كل حاجه تحتيه، زي برودكت، زي كاستمر 1، زي كوارتر 1، كوارتر 2، كوارتر 3، اللي هو رؤوس الاعمده بالنسبه لي دي. هنا عاوز ارتبهم حسب البرودكت، فهو بص في البرودكت، لقى في البرودكت تكست نص، فقال لي هنا الاوردر بتاعك هيكون من A to Z. يعني A to Z يعني ascending، فاكرين ascending؟ تصاعدي. يبقى A to Z دي بنسميها ascending، خلينا نكتبها هنا، A to Z دي بنسميها ascending. تصاعدي، او بنسميها باسم تاني، ascending دي بتساوي اسم تاني، بتساوي الفاباتيك. يبقى بتساوي الفاباتيك، بتساوي الفاباتيك، ascending بتساوي كلمة الفاباتيك. كلمة الفاباتيك يعني ايه؟ ابجدي. يبقى هي كلمة ascending هي كلمة الفاباتيك اللي هي ascending، ترتيب تصاعدي. فأنا رحت محدد البيانات اهي، طب لو كان عكسها، عكس ascending descending، عكس ascending descending فيها ايه زيادة؟ عكس ascending descending. حددت البيانات بتاعتي ورحت قلت له والله من هوم انا عاوز اعمل sort and filter، وقلت له custom sort. ورحت هنا قلت له انا عاوز ارتبهم حسب البرودكت، قال لي من A to Z ولا A Z to A؟ A to Z اللي احنا بنسميها ascending او alphabetic، Z to A بنسميها descending. طب لا، قلت له انا عاوز ارتبها حسب quarter 1. بس في quarter 1 لقى فيه ارقام، فراح قال لي طب انت عاوزها من سمولست تو لارجست، من الصغير للكبير، ولا لارجست سمولست، كبير للصغير؟ طب لو كان التاريخ، يعني لو كنت كاتب خانه فيها تاريخ، هتلاقي بيقول لك هنا في التاريخ بقى ايه؟ انت عاوزها منين؟ نيوست تو اولدست، نيوست يعني الاحدث، ولا اولدست تو نيوست؟ يبقى حسب الحاجه اللي انت عاوز ترتب على اساسها هتروح تقول له اوكي. هتبص تلاقي راح مرتبها لك حسب كوارتر 1 اهو، الكبير فوق والصغير اللي هو فاضي خالص ده تحت. يبقى ده كده من سورت كاستم سورت. طبعا انا لما رحت وقفت على دي ورحت على، بس عشان ناخد بالنا اللي انا عملته هنا ريفيو، انا كنت بعمل مسبيلنج عشان اتاكد ان الفاباتك صح، تاكيد بس مش اكتر، اكون ناسي حرف. ها وصلت؟ طيب في عندنا كمان في نفس المجموعه في حاجه اسمها فايند، في حاجه اسمها ريبليس. فايند بستخدمها عشان استبدل كلمه بكلمه. عايز استبدل مثلا كلمه أليس، سوري معلش، فايند بستخدمها عشان ابحث عن كلمه، فهبحث عن كلمه اسمها أليس. ادي أليس اهي، هروح اقول له فايند، راح محددها لي. لما اقول له فايند نيكست هنقول لي على اللي بعديها واللي بعديها وهكذا لحد ما يجيبهم كلهم. فاهمين كلامي؟ يبقى ده بفكره الفايند، ان انت عاوز تبحث عن حاجه معينه عندك، خدناها في الوورد. طب الريبليس، عاوز استبدل حاجه بحاجه، عاوز استبدل أليس مثلا بمنى، ففي عندك ريبليس وفي ريبليس ايه؟ قول. لو استخدمت ريبليس اللي متحدده بس هي دي اللي هتتغير، لو استخدمت ريبليس قول كل اللي اسمه اليس شاله وحطه مكانه ايه؟ منى. فهمنا الفكره؟ وصلت يا شباب؟ يبقى ده كده المجموعه بتاعت الايديتنج، فيها كاستم سورت وفيها عندنا فايند وايه؟ وريبليس، وهم دول اللي مطلوبين ان احنا نعرفهم في الجزئيه دي بس. يلا اتفضلوا جربوا. عاوز انسخ البيانات دي، حددتها رايت كليك عليها وكوبي، عاوز اوديها في ورقه عمل تاني، بقف في الخليه اللي انا عاوز انزلها فيها واقول له رايت كليك وبيست، فطبعا تبدا تنزل على باقي الخلايا. يبقى ده الكوبي والبيست، ونفس الطريقه برضو الكات والبيست. في كمان عندنا الفرشه او الكوبي فورمات او الفورمات بينتر، بستخدمها عشان خاطر انسخ التنسيق. عاوز انسخ التنسيق من على كلمه برودكت
وطبقه على كلمة منى مثلا دي، فخدت نفس التنسيق. كل التنسيق اللي واخده الخلية بتاخده نفس الخلية التانية. تمام كده؟ ده كده بالنسبة لمين؟ لهوم. نروح بقى على insert. يعتبر في حاجات كتيرة من الحاجات اللي احنا درسناها مع بعض في الورد، وتقدر تراجع فيديوهات الورد تشوفها فيها. insert، اول حاجة عندنا في insert هنا، خلينا نتكلم عن الحاجة البسيطة الاول، الهيدر والفوتر. هيدر معناه رأس الصفحة. اول ما بضغط على هيدر اند فوتر من insert، بضغط على كلمة هيدر اند فوتر، بيبدأ يديني الصفحة متقسمة بالشكل ده، ليفت سنتر رايت، متقسمة لثلاث مقاطع. الهيدر قدامنا اهو، واعطاني تبويب جديد اسمه ديزاين، بظبط منه اعدادات الهيدر بتاعتي. عاوز اروح للفوتر، بروح دايس على كلمة جو تو فوتر، وبرضه الاقي الفوتر بتاعي متقسم ليفت سنتر رايت. وزي ما اتفقنا ان اي حاجة بتتكتب في الهيدر هتنزل في كل الصفحات، اي حاجة هتتكتب في الفوتر هتنزل في اسفل كل الصفحات، لكن الهيدر اعلى كل الصفحات. طب عاوز اكتب مسمى او نص معين، كتبت كلمة ميزانية 2017 واتنقل على الخانة اللي جنبيها او على السنتر سيكشن، ده النص او المنتصف. طيب عاوز ادرج هنا تاريخ، او بلاش التاريخ، ادرج البيج نمبر الاول، فبدوس على بيج نمبر فيروح ننزل لي على كل صفحة رقمها. طيب جيت قلت لك لا انا عاوز في اليمين كمان ادرج الديت، فيروح درج لك تاريخ النهاردة. طب انا عاوز ادرج الوقت، فبدوس على الكارنت تايم فيديك الوقت، الساعة دلوقتي كام. عاوز ادرج اسم ملف الاكسل، ملف الاكسل ده اسمه سيلز ريبورت 1، فبدل ما انا مكتبه بايديا ادوس على كلمه فاين نيم او الحقل ده اللي اسمه فاين نيم، فاوتوماتيك يكتبها لك هنا سيلز ريبورت. طبعا هو انت واقف بيكتبها لك اند فايل، لما تخرج براها هيكتبها لك اسم الملف. نطلع على الهيدر، عاوز اكتب اسم ورقه العمل، الورقه العمل دي اسمها سورس داتا، برضو بدل ما اكتبها بايديا بدوس على كلمه شيت نيم فيروح منزل لك شيت نيم اهي. طب انا عاوز في المنتصف هنا ينزل اجمالي عدد الصفحات بتاع المستند، فبدوس نمبر اوف بيجز يديك اجمالي عدد الصفحات، بس دي ما بيجيبش عليها اسئله، دي لينا احنا، فقال لك ان اجمالي عدد الصفحات 7. فهمتوا الفكره؟ يبقى ده كده بالنسبه لي الاعدادات في الديزاين بتاع الهيدر والفوتر، بقدر اتنقل ما بين الهيدر والفوتر بالمنظر ده. كمان اقدر احط البيج نمبر رقم الصفحه، نمبر اوف بيجز اجمالي عدد الصفحات، كارنت ديت يعني التاريخ الحالي، كارنت تايم يعني الوقت الحالي، فايل نيم اسم ملف الاكسل، شيت نيم اسم ورقه العمل. اما باكيت شير لو عاوز تضيف لوجو او اي حاجه تحطها في الهيدر او في الفوتر. ماشي يا جماعه خلاص، ده التعامل مع الهيدر والفوتر. نجربها يلا عشان ارجع ملف الاكسل لطبيعته. بروح من فيو نورمال، بس اطلع بس من الهيدر والفوتر فيرجع ملف الاكسل لطبيعته، يعني يرجع زي شكله الاول، يعني بدل ما كان متقسم صفحات. يعني لا يعني الهيدر والفوتر خلاص اختفى، فهو بالتالي يرجع للوضع الطبيعي، بس كده كده الكلام اللي انت حطيته في الهيدر او في الفوتر هيطلع ايه، هيطبع. طيب نرجع تاني على انسيرت، خلينا نروح على ملف الاكسل الفاضي. جيت قلت لك والله ماشي انا هعمل دلوقتي بيانات في الملف الاكسل اللي هو شيت 2 ده، رحت قلت لك مثلا هنملى بيانات بالمنظر اللي انا هكتبه ده، نيم، وهنقول السيلز اللي حققها، اسم الشخص والمبيعات اللي عملها، هكتب اي اسامي. كتبت شوية أسامي ورحت كاتب لهم مبيعات هم عملوها، مثلا ده حقق مبيعات 1000 جنيه،
ده حقق مبيعات مثلا 1500، ده مثلا 5000، ده 1200، ده حقق مثلا 4000، ده 3500، ده 2500، ده مثلا 5000، خليها مثلا 1000 برضه. جيت قلت لك انا عاوز البيانات اللي قدامنا دي ارسم لها رسم بياني معايا، ارسم لها ايه؟ رسم بياني. كلمه رسم بياني بنسميه تشارت، كلمه رسم بياني بنسميه تشارت. حددت البيانات الاول، بعد كده اروح على انسرت واختار تشارت. الرسم البياني عندنا ليه اشكال كتيره، في كولوم عمودي، في لاين خطي، في بي اسطواني، في بار افقي، في اريا، في سكاتر، في اذر تشارتس، يعني اشكال تانية. هفترض ان انا هبدا بالكولوم، هبص الاقي الكولومز عندي 2D ثنائي الابعاد و3D يعني ثلاثي الابعاد او سيلندر، ده اري. كل واحد من دول بتقف عليه بيظهر اسمه كلاستر، يبقى ده 2D كلاستر. طب هنا نلاقي عندنا كلاستر برضو بس 3D، فاهمين كلامي؟ طيب خلينا احنا في ال 2D كلاستر. اول ما بحدد البيانات وارسمها راح راسم لي البيانات قدامنا بالمنظر ده، واعطاني الرسم البياني بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده معايا. يبقى انا الاول كتبت البيانات وحددتها، وجيت من انسرت بدات ارسم الرسم البياني بتاعي، وركنت ده على كده على جنب، وقفت في اي شارع خليه تاني وحددت، وقلت له انا عاوز ارسم رسم بياني، وليكن هرسم رسم بياني اسطواني المره دي. فلما ارسم اصبح عندك رسمين بيانيين، واحد دائري وواحد اسطواني. مفهومه؟ طب عاوز احرك الرسم البياني في اي مكان، ممكن لما بتقف على الرسم البياني بيظهر صليبه زي كده، تقدر تحركه في المكان اللي انت عاوزه، او تقدر تعمل له كات وتقف في الخليه اللي عاوز يبتدئ منها او يبدا من عندها، وتقول له كليك يمين وتدوس على علامه البيست دي، فبدا كده من سي واحد. هتقول لي ازاي ده ما جاش في سي واحد؟ لا، هو بدايته في سي واحد. طب جيت قلت لك طب انا عاوز نهايته تبقى في جي 15، يبقى انا هحدد كده جي 15 اهي واسحب لحد النهايه بتاعت كده. يبقى من خلال الزاويه بكبر الرسم البياني بتاعي، الزاويه لما يظهر السهم براسين زي كده، وابدا اكبر الرسم البياني بتاعي واخلي نهايته في مكان معين، ودي عليها سؤال في الامتحان. او اخليه يبتدي من خليه معينه، بعمل له كات واقف في الخليه اللي عاوز يبدا من عندها واعمل له بيست، او اشد واقف فيها، ايه اللي يعجبك. خلينا نصغره شويه ونجيب الرسم البياني التاني ده كده جنبي، ونصغر التاني كده برضو شوية. يبقى دي كده البيانات بتاعتي، وده الرسومات البيانية اللي انا رسمتها كده. انا رسمت الرسم البياني بطريقة سهلة جدا، مليت بيانات وحددتها ورحت راسم على اساسها رسم بياني. طيب هسيبكم تطبقوا وترسموا لي اتنين رسم بياني زي كده، بس خدوا بالكم ان في تلات تابات تخص الرسم البياني هنتعامل معاهم، والرسم البياني هيتكرر معانا برضو في المادة اللي جاية بعد كده اللي هي الباوربوينت. فهنبص نلاقي اللي احنا اخدناه في الاكسل في الرسم البياني هو اللي هيتكرر معايا في الباوربوينت. يلا نجرب يا شباب. وانا واقف على اي رسم بياني من الرسومات البيانيه اللي عندي، وانا واقف عليها بيظهر ثلاث تابات عندي، ديزاين او حاجه اسمها تشارت تولز، ادوات الرسم البياني، ديزاين لاي اوت فورمات، ديزاين فيها نقطتين بنستخدمهم في الرسم البياني. لو حبيت بعد ما رسمت الرسم البياني العمودي اغيره الى رسم بياني لاين او خطي، فبروح على تشينج تشارت تايب واروح اختار لاين واختار شكل اللاين بتاعي واقول له اوكي، يروح عامل لي الرسم البياني بتاعي لاين او خطي معايا. طيب عايز ارجعه عمودي تاني، تشينج تشارت تايب واختار كولوم واقول له اوكي. يبقى من خلال تشينج تشارت تايب بتقدر تغير شكل الرسم البياني بتاعك، ودي على سؤال. طب جيت قلت لك انا عاوز انقل الرسم البياني ده في شيت 3، لازم طبعا حضرتك قبل ما تعمل الرسم البياني وتنقله في شيت 3 تتاكد ان الشيت البياني او الشيت بتاعك مش جاي من اليمين، لا اتاكد ان الشيت بتاعك جاي منين، من الشمال، عشان بس تبقى ماشي في الاتجاه الصح. واقف على الشيت على الرسم البياني بتاعي وروح على ديزاين، هتلاقي عندك حاجه اسمها موف تشارت.
هيقول لك عايز توديه فين اوبجكت تاني، يعني هتحطه في اني شيء، في اني شيت كائن، في اني شيت. انا اقول له انا عاوز احطه في شيت 3، راح اقول له اوكي، راح انقله لي في شيت 3. يبقى لما احب انقل الرسم البياني بتاعي في اي شيت عندي، اوديه شيت 1 مثلا، اقول له اوكي، روح موديه لي شيت 1. ده فكره ازاي انقل الرسم البياني بتاعي. طيب عاوز انقله في شيت لوحديه، موف تشارت واختار نيو شيت واقول له اوكي، هيروح عامل لك شيت بياني كامل او شيت كامل باسم ايه؟ الرسم البياني. هيديك شيت كامل باسم الرسم البياني. اتفقنا؟ يبقى موف تشارت اهي، هخليه في شيت 1 او هرجعه شيت 2 او هوديه شيت 3 اللي انت عاوزه، تقول له اوكي ويدي لك الرسم البياني بتاعك زي ما انت عاوز. عاوز تعمل له شيت لوحدي، بتقول له نيو شيت. وصلت؟ دي اول تابه اللي هي مين؟ ديزاين. كل تابه من دول لازم تبقى عارف ايه اللي بيجي فيها الاسئله. الرسم البياني في امتحان الاكسل في الاي سي دي اللي بيجي عليه 4 اسئله. سؤال تدرج رسم بياني، سؤال تاني تعدل في بيانات الرسم البياني، سؤال تالت تنقل الرسم البياني من شيت توديه في شيت تاني. في سؤال بيطلب منك انك ترسم رسم بياني، ترسم رسم بياني في شيت 2 والبيانات بتاعته في شيت 1. فاهمين كلامي؟ يعني ايه؟ يعني انا هرسم الرسم البياني هيبقى في شيت 2، شيت 2 فاضي، لكن البيانات موجوده فين؟ في شيت 1. يبقى انا لازم اروح احدد البيانات في شيت 1 وارسم وبعد كده اعمل له موف. فهمنا الفكره؟ طيب ليه اوت بقى فيها ايه؟ فيها حاجتين. اللي فوق الرسم البياني ده بنسميه تشارت تايتل، عنوان الرسم البياني. في اوقات ممكن ما يبقاش موجود زي كده، هحذفه اوت بديليت. عاوز ادرجه مره تاني، فبروح على تشارت تايتل اهي واختار اباف تشارت فوق الرسم البياني، فيروح نازل زي كده. ممكن يطلب منك في السؤال انك تعدل المحتوى بتاعه، بدل الكلمه دي يقول لك اكتب مثلا اكسبنسز. جت بس معكوس عشان الكبسولوك مفتوحه. مصاريف معايا ده اهي. يبقى ده كده ايه بالنسبه لي المسمى اللي انا عاوز اسميه، او نسميه شارت تايتل، عنوان الرسم البياني اهي، بجيبها من هنا. طب جيت قلت لك لا انا عاوز اغير لون الكتابه بتاعه، خلاص بترجع على هوم وتروح تعمل له لون كتابه احمر مثلا، او تعمله بولد، او تكبر الحجم بتاعه اللي انت عاوزه. يعني التنسيق بتاع الكتابه دايما منين؟ من هوم. يبقى ده كده في ديزاين ولي اوت. يبقى لي اوت خدنا منها تشارت تايتل، عنوان الرسم البياني. فيها كمان حاجه اسمها داتا ليبل. كلمه داتا ليبل يعني عناوين البيانات، وناخد بالنا داتا ليبل وكان جنبها اسمها تيبل. لا انا بتعامل مع داتا ليبلز. يعني ايه عناوين البيانات؟ انا عاوز على كل عمود تظهر القيمه بتاعته، انا مش عارف ده كام بالظبط، فبروح على داتا ليبل واختار مثلا سنتر، فبيظهر لي على كل عمود في المنتصف القيمه بتاعته، او عاوزها في الاعلى يظهر على كل عمود ايه قيمته. طب لو كان الرسم البياني دائري زي ده عادي نفس الكلام، داتا ليبل اهي، واختار القيمه اللي عاوز يظهرها، او لو عاوز الغيها بقول له نن. فهمناها؟ نجرب بقى ديزاين ولي اوت كده. طبعا كل لي اوت عليها سؤالين وديزاين عليها سؤال واحد. هروح للتابة التالتة في الرسم البياني اللي هي فورمات. أولا لو كان الرسم البياني بتاعي عمودي زي كده وعاوز أغير لون الأعمدة، بضغط كليك شمال في أي عمود فيهم في المنتصف، فبلاقي الأعمدة كلها اتحددت، وراح أختار من شيفل أختار اللون الأعمدة بالشكل اللي أنا عاوزه. طب جيت قلت لك لأ أنا عاوز العمود اللي يمثل ماكس، فبدور على كلمة ماكس، ادي ماكس اهو. فلما دوست كليك شمال أول مرة حدد مين؟ كل. لو دوست كليك واحدة بس تاني مرة تحدد مين؟ العمود ده بس. ففي الحالة دي لما أعمل شيفل أختار العمود ده بس. اتفقنا؟ نفس المنطق بالظبط لو كان الرسم البياني بتاعي دائري زي كده. هقف على الرسم البياني. هقف على الرسم البياني.
هلاقي عندي عاوز اغير المنطقة اللي تمثل ماكس لونها ايه؟ اخضر، فوقفت عليه تحدد مين؟ هقف كليك شمال مرة تاني واحدة بس يحدد لي المنطقة او السلايس بتاع الماكس بس او القطاع بتاع الماكس بس، فاروح من شيب فيل اختار اللون اللي انا عاوزه، بس اللون ده في حد تاني واخده، فممكن اعمل شيب فيل واختار حاجة مثلا غامقة زي كده. ها وصلت؟ طب جيت قلت لك انا عاوز اغير الخلفيه البيضه اللي ورا دي، الخلفيه البيضه اللي ورا دي بنسميها تشارت اريا، منطقه الرسم البياني. الخلفيه البيضه اللي ورا دي بنسميها تشارت اريا او منطقه الرسم البياني، فعاوز اغيرها، فاعمل ايه؟ فورمات شيب فيل واختار اللون اللي عاوزه في الخلفيه. ها اتفقنا؟ بس لازم اقف فيها هي كليك شمال الاول، لازم اقف فيها هي ايه؟ كليك شمال الاول. مفهوم يا جماعة؟ يعني يعني ايه تخليها بالمنظر ده كده مثلا؟ تنسيق يعني من الاشكال دي يعني؟ امال قصدك ايه؟ زي كده يعني؟ اه بتطلعها بره، بس دي مالناش دعوه بيها يعني. ها وصلت؟ فهمناها يا جماعه؟ ده كده فكره ايه؟ ده فكره التعامل مع رسم البياني. طب حاجه اخيره، لو جيت لو رحت انا على الرسم البياني كده العمودي ده وقلت له تشينج تشارت تايب وعملت لاين خطي وقلت اوكي بقى خطي اهو، عاوز اغير لون الخط ورحت واقف على الرسم على الخط ورحت على فورمات رحت على شيب فيل واخترت اللون، اتغير اللون بتاع الخط؟ يبقى اذا الخط ما اتغيرش من شيب فيل، الخط اتغير منين؟ شيب اوت لاين، وتختار لون الخط. ممكن يطلب منك تغير الخلفيه، الخلفيه البيضة دي اللي هي اسمها تشارت اريا ما انساش، لشيب فيل يقول لك اعملها جريدينت. جريدينت يعني تدرج لوني زي ده، تبقى لونين زي كده. وصلت يا جماعه؟ يبقى ده كده التعامل مع تنسيق الرسم البياني من خلال الادوات بتاع التشارت تولز. ده كده التنسيق الرسم البياني بتاعي. نعملها، خلصنا الرسم البياني. نبص تاني مع بعض. هخرج كليك شمال بره الرسم البياني عشان يقفل الرسم البياني. بيج لاوت. يبقى احنا كده انسيرت ما خدناش منها غير التشارت والهيدر والفوتر بس. بيج الاوت بظبط منها اعدادات الصفحه بتاعتي قبل ما بعمل عمليه الطباعه. نرجع على الملف اللي فيه كتابات. مارجنز خدناها قبل كده اللي اسمها الهوامش، بخش على كاستم مارجنز وابدا احط التوب والليفت والبوتوم والرايت. دي الهوامش بتاع الصفحه بتاعتي. اورينتيشن اتجاه الصفحه، بورتريت ولا لاندسكيب، عاوز الصفحه بالطول ولا بالعرض. سايز دايما بتيجي مع اورينتيشن في السؤال اللي هي A4، حجم الورق اللي احنا هنطبع عليه. في حاجه عندنا اسمها برنت اريا. البرنت اريا دي عباره عن منطقه انا بحددها، اي حاجه هتتكتب في المنطقه دي بتبقى ضمن حاجه اسمها نطاق الطباعه. يعني لما اعمل برنت الاقي اي حاجه تتكتب في المنطقه دي هي دي اللي هتطبع بس، فبنسميها برنت اريا، عرفها بالمسمى بس. طيب برنت تايتلز بقى، لاحظوا معايا حاجه. لو قلت فايل وبرنت، ادي الملف بتاعي. لو رجعت كده دي اول صفحه، تاني صفحه، تالت صفحه، رابع صفحه، لحد اخر صفحه معايا. لو لاحظنا هنا الشريط او العنوان اللي فوق ده اللي هو برودكت وكاستمر وكارتر 1 و2 و3 و4 مش ظاهرين غير في مين؟ مش ظاهرين غير في مين يا جماعه؟ في اول سطر بس او اول صفحه بس، اول صفحه بس اهو. طب انا عاوز اي صفحه اطبعها تطلع فيها الشريط ده ثابت او العناوين دايما تبقى ثابته، فبروح على بيج لي اوت برنت تايتلز، طباعه العناوين، واقف في الخانه بتاع رو تو ريبيت التوب، صف يتكرر في الاعلى، وانا واقف فيها بروح ادوس على الصف رقم واحد
وراح اقول له اوكي. يبقى انا لما اعمل فايل وبرنت هبص الاقي طلعت هنا ايه، دوس السهم اللي بعديها طلعت السهم اللي بعديها والسهم اللي بعديها وهكذا. ها معايا؟ يبقى ده كده بالنسبه لنا طريقه ازاي اطبع كل حاجه في صف لوحديها او اثبت صف يطلع معايا في كل الصفحات. هثبت صف يطلع معايا في كل الصفحات. يبقى انا عملتها ازاي تاني؟ رحت على بيج لاي اوت، برنت تايتلز، وقفت في المربع بتاع روتو ريبيت التوب، صف يتكرر في اعلى كل الصفحات، ودوست على رقم الصف اللي عاوزه يطلع وراح اقول له اوكي. ها مفهومه؟ لو لاحظنا ان انا لما قلت له فايل وبرنت طلع لي الملف اللي قدامنا او الشيت اللي قدامنا دي على 14 ورقه وطلعهم على 14 صفحه، ففي صفحات طالعه فاضيه، فانا عاوز اظبط اعدادات الطباعه وتطلع معايا مظبوطه. ففي عندنا في بيج لاي اوت في حاجه اسمها سكيل تو فيت. كلمه سكيل تو فيت معناها ملائمه المحتوى للحجم. هقول له انا عاوزك تطلع لي العرض ده كله كده لحد اخر عمود في صفحه، فباجي هنا في الويتس بقول له خليها واحد. طب لو رحت عملت فايل وبرنت واتاكدت كده، شوف عمل كام صفحه، طلعهم لك في كام؟ بدل كام؟ بدل 14. فاصبح اللي عندك خمس صفحات بس، راح مطلع لك كل البيانات اللي في كل الاعمده في صفحه واحده. طب جيت قلت له لا ده كده بالعرض، يبقى انا جيت على الويتس وعملتها واحد ايه. جيت قلت لك طب انا على الهايت عاوزها تطلع على ثلاث صفحات، يعني يضيق المسافات على قد ما يقدر ما بين الاعمده والصفوف ويطلعها لي على ثلاث صفحات. فلما اقول له فايل وبرنت طلعت ادي صفحه، ادي الثانيه، ادي الثالثه. طب جيت قلت لك لا انا عاوز اطلعهم كلهم في ورقه واحده، فاعمل ايه يا شباب؟ اروح اقول له واحد فوق وواحد تحت، يبقى اذا كل البيانات عندي في الملف بتاعي طلعت في ورقه واحده، بس طبعا هتبقى صغيره جدا جدا جدا. فهمتوا الفكره؟ يبقى من خلال بيج الاوت سكيل تو فيت بتظبط اعدادات الطباعه بتاعك. خليها اوتوماتيك عشان نرجع نشوف حاجه تاني. حاجه تانية يا جماعه نلاحظ مع بعض حاجه تاني. لو انا قلت له فايل وبرنت هنلاقي عندنا ملف الاكسل طالع كانه ملف وورد. فين المربعات بتاعت الاكسل؟ المربعات بتاعت الاكسل دي بنسميها جريد لاين، الخلايا دي بنسميها جريد لاين. ادي جريد لاين، خطوط الشبكه. فبقول له ظهرها لي في البرنت. يبقى لما اعمل فايل وبرنت هلاقيها ظاهره معايا ايه. طب كمان فين الاي والبي والسي؟ فين الواحد والاثنين والثلاثه؟ فباجي من بيتش لاي اوت بقول له هيدنجز. هيدنجز يعني الاي والبي والسي وال1 2 3. بقول له انا عاوزها برضه اظهرها فين؟ في البرنت. يبقى لما اعمل فايل وبرنت هبص الاقي ورقه الاكسل طالعه بنفس التقسيمه بتاعتها. فهمتوها يا جماعه؟ ماشي، ده كده بالنسبه لبيج لاي اوت. يلا نجربها. طيب يا شباب بصوا معايا تاني كده. بيج لاي اوت خلصناها، فورمولا فيها العمليات الحسابيه، ودي ان شاء الله هتبقى المحاضره الاخيره في الاكسل اللي هي المحاضره الجايه، هناخدها بالتفصيل لوحديها. داتا ما عندناش في الاي سي دي ال اي حاجه فيها، مع ان في الاكسل فيها شغل كتير. ريفيو فيها سبيلنج، انا عاوز اعمل تدقيق املائي. تدقيق الاملاء اللي احنا خدناه قبل كده، اضافه كلمه للقاموس، اد ديكشنري او تشينج لو الكلمه فيها خطا او كذا حاجه عندي. طبعا ده اسم شخص فبالتالي هقول له اجنور اول. كلها هتلاقوا هنا المسامات هنا في اسامي الاشخاص. معايا؟ فيو نورمال بيعرض الصفحه بتاعت الاكسل في الوضع الطبيعي بتاعي. فورمولا بار بيظهر شريط الصيغه ده، الشريط ده او يخفيه.
زوم كلنا عارفينها، بتكبر الرؤية او بتصغرها بالحجم اللي انت عاوزه. معايا؟ اخر حاجة عندنا حاجة اسمها فريز بينز، تجميد الواح. لما بنزل لتحت يا شباب بتبص تلاقي الصفر رقم واحد اختفى، فانا لما احب املى بيانات تحت هنا لو كان عندي البيانات بالعرض كده كتير عاوز املاها، فممكن اتلخبط هو ايه اللي هيتكتب هنا وايه اللي هيتكتب هنا وايه اللي هيتكتب هنا. فانا هنا عاوز لما انزل لتحت يفضل معايا العنوان او الصف الاول ثابت، عشان وانا بدخل البيانات يبقى ظاهر قدامي. فباجي من اول فوق كده، اجي هنا سوري معلش، فريز بين زي ايه، واقول له فريز تو برو، ثبت الصف الاول. طبعا لازم ابقى واقف فوق، لازم ابقى واقف فوق الصف الاول، اوقف اول خليه تحتيه، اقول له فريز تو برو، ثبت لي الصف الاول. لما انزل تحت كده هبص الاقي طول ما انا بنزل الصف الاول فين؟ ظاهر قدامي. عايز الغي الفريز بقول له فريز ان فريز. طب جيت قلت لك انا عاوز والله احدد او اثبت كل الصفوف فوق الصف رقم اربعه، عاوز اثبت واحد واثنين وثلاثه، كل اللي فوق اربعه، فاقف الاول في مين؟ لازم اقف في ايه اربعه الاول، وايه اربعه بالاخص، ما ينفعش اقف في اي حته تاني. واجي من فريز بينز اقول له فريز بينز مره تاني، وانزل لتحت ابص الاقي ان اول وتاني وتالت صف مالهم؟ ثابتين قدامي ما اتغيروش. عاوز الغي التثبيت بقول له ان فريز. اه في ادخال البيانات، بس بتفيدك في ادخال البيانات وانت بتسجل البيانات. فهمنا الفكره؟ ده كده بالنسبه لاخر جزئيه النهارده اللي هي مين؟ الفيو. وصلت يا جماعه؟ ان شاء الله المحاضره الجايه اخر محاضره اكسل، اللي هي تشمل بقى العمليات الحسابيه بالكامل في الاكسل، فهنخليها محاضره واحده كامله. خلاص؟ ان شاء الله جربوا بس الجزئيه دي، وان شاء الله اشوفكم في المحاضره الجايه باذن الله مع بعض.